الآن مشاهدينا ننتقل بكم للنشرة الجوية. مرحبا بكم مجددا في نشرتنا الجوية. الأوروبيون والعالم بأسره يعانون من درجة حرارة مرتفعة جدا في هذا الصيف. السلام عليكم. من اللي قال لك ان العالم يعانون؟ صيف السعودية وش يقول؟ من حضرتك؟ من حضرتي؟ خلي الموضوع عندي. انا ما اتوقع، انا متأكد الآن مطر وأجواء تهول العقل في الجنوب. اندمجت الأجواء القطبية مع الأجواء الاستوائية، شكلت لنا أجواء ضبابية ماطرة. ان بغيت عسير والاجواء البارده وسعه الصدر وتروح السوده ولا بسطه القابل ولا الباحه الخلابه وغابه رغدان والعرضه يا حمدان والعلوم السفره ومن الطايف عروس المصايف. ان بغيت بساتين الورد ولا مزرعه الفراوله ويا مسافر على الطايف طريق الهدى. حياكم الله في صيف السعوديه وتراها ابرد. شكرا لاصغائكم. ما احلى الامان. صيف السعودية نختم هذه النشرة. شكرا لكم للمتابعة مشاهدينا. ما بقي لن تقبلوا تحياتي. أنا عبد العزيز الفضلي.